تعلم الألمانية. كيف تجيب شخصا سألك عن اسمك؟ في الدرس السابق تعلمنا كيف نسأل شخصا عن اسمه في اللغة الألمانية، وذلك يكون بالطرق التالية: Wie heißt du؟ Wie heißt du؟ أو Wie heißen Sie؟ لشخص نحترمه. Was أو Wie ist dein Name؟ Was ist dein Name؟ أو Wie ist dein Name؟ Was Wie ist Ihr Name؟ كذلك لشخص نحترمه. وأخيرا Wie lautet dein Name؟ oder أو Wie lautet Ihr Name؟ اليوم سوف نتعلم الرد عن هذه الأسئلة وقول أنا اسمي فلان أو أنا أدعى فلان. أنا اسمي فلان أو أنا أدعى فلان تترجم إلى الألمانية ب Ich heiße مع اسم العلم. Ich heiße plus Eigenname. Ich heiße plus Eigenname يعني اسم العلم، وتترجم إذن كالآتي: Ich heiße Fares. Ich heiße Fares. اسمي فارس. Ich heiße Fares. أو Mein Name ist plus Eigenname اسم العلم. Mein Name ist Fares. Mein Name ist Fares. أنا اسمي فارس أو اسمي فارس. يمكن أن نقول كذلك Mein Name مع فعل lauten مع Eigenname. Mein Name lautet Fares. Mein Name lautet Fares. أنا اسمي فارس. lauten تعني لفظ أو يلفظ أو يحتوي على الكلمات التالية. lauten تعني يلفظ أو يحتوي على الكلمات التالية. فعل heißen يعني يدعى أو يسمى أو يلقب إلى غير ذلك. شكرا على الاهتمام. يمكنكم تحميل الدرس على الرابط أسفل الفيديو، كما يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت لمزيد من الدروس. إلى اللقاء.